تمضي بنا الساعات وتتعاقب الأيام، ووصلنا لمنتصف شهر الخير والبركة والرحمات، ويعلو حداء المؤمنين ودعائكم الخالد بحسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير. أسأل الله أن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة في رمضان. اطرقوا أبواب الرحمة والمودة، فارحموا القريب وودوا البعيد، وازرعوا المساحات البيضاء في حناياكم في رمضان. صافحوا قلوبكم وابتسموا لذاتكم واطلقوا أسرى أحزانكم. رمضان شهر المغفرة، كثر دعاء كثر، نسأل من الله الرحمة، والأخي وبه الأخوته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته. رمضان شهر المغفرة، كثر دعاء كثر، نسأل من الله الرحمة، والأخي وبه الأخوته. رمضان شهر المغفرة، كثر دعاء كثر، نسأل من الله الرحمة، والأخي وبه الأخوته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته. رمضان شهر المغفرة، كثر دعاء كثر، يسأل من أول رحمته، والأخي وبه أخوته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته، وبالجار يوصي أسرته، يتفقدوا عن حالته. رمضان يشتي له صيام، صلاة وأذكار وقيام، بيزورنا في كل عام، نجزع غلطة حرام. رمضان يشتي للصيام، صلاة وأذكار وقيام، بيزورنا في كل عام، نجزع غلطة حرام. جوب الدعاء نستقبله، ونودع الله سار له، جوب الدعاء نستقبله، ونودع الله سار. أسعد الله بالخير مساءكم، وأنا أحييكم عبر برنامجكم المسائي المباشر رمضان كريم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن. اليوم في البداية نتقدم خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الله الحرازي، رئيس قطاع التلفزيون الأسبق ومدير عام الأخبار في قطاع الفضائية. هذه الهامة الإعلامية التي عملنا سنوات معها، وكان أيضا لطيف ودود في تعامله، وكان أيضا مرجعية إعلامية لجميع من عملوا معه. نسأل الله أن تكون هذه آخر الأحزان على أسرتي ومحبيه وأصدقائه وجيرانه. السادة المشاهدين، أجواء رمضان في صنعاء القديمة هو موضوع حلقتي اليوم مع الأكاديمي والمحلل السياسي المعروف الدكتور عبد الحفيظ النهاري. مرحبا بك دكتور عبد الحفيظ، ورمضان كريم، وإن جاءت متأخرة يعني. مرحبا بكم، كل عام والجميع بخير، والشعب اليمني بخير، ونسأل الله أن يعود هذا الشهر باليمن والبركات والسلام والأمان على الشعب اليمني، وأن يخرجه من هذه المحنة والأزمة. آمين يا رب. السادة المشاهدين، لدي العديد من الفقرات المتنوعة التي أتمنى أن تنال إرضاكم وأعجبكم خلال هذه الساعة البرامجية المباشرة. كما تعودنا دائما البداية من صنعاء مع المهندس رشيد العريق، النطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، رمضان كريم وكل يوم وأنت بخير وصوم مقبول بإذن الله تعالى. وأنت كذلك، أتمنى لكم الصحة والعافية، و أحييك أنت وطاقم البرنامج بمعية المخرج القدير خالد عوضة، كما أحيي أيضا ضيفكم الكريم في الاستوديو الدكتور عبد الحفيظ النهاري وجميع المشاهدين الأكارم، ونعدي أيضا أنفسنا في فقدان الأستاذ عبد الله الحرازي رحمه الله. رحمة الله تخشى. باش مهندس رشيد، وصلتني طبعا خلال الساعات الماضية العديد من أحوال الطقس، ما بين وجود منخفض جوي وهطول أيضا أمطار متفرقة على بعض المناطق في محافظات بلادنا الحبيبة. ما هو الجديد في هطول الأمطار، ويعني كيف كانت شدتها على بعض المحافظات،
وكيف تعاملتم كأرصاد مع هذا؟ نعم أخي، تبري عامة الأمطار ولله الحمد خلال اليومين الماضيين أغلب مناطق بلادنا الصحراوية والجبلية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الساحلية، فقد من الله سبحانه وتعالى بأمطار كانت بعضها شديدة الغزارة كما هو الحال في ريما، وقد بلغت كمية الأمطار فيها 47.8 ملم وفي كعز المعافر 37.3 ملم وفي دمار 23 ملم، وكذلك في عدن 22 ملم، هذه تسجيلات حتى تفصل القوم لدينا، كما عطلت هذه الأمطار غزيرة على حد خاصة مديرية المحامشة وفي صنعاء خاصة بالذات الحيمة الخارجية وهمدان وكذلك أمانة العاصمة صنعاء والمناطق الجبلية المقابلة للحديدة في الكدن وأبيان لودر وعمران المدينة وغرب المحيط، خاصة المناطق المطلة على سهل تهامة هطلت فيها أمطار خاصة على مديريات مديخلة والسدة وبعدان، وفي حضرموت أيضا هطلت أمطار في مناطق الصحراء والوادي خاصة وديان عمد ودوعم، وكذلك المديريات العبر والزنخ ومنوخ ومديرية يبعو، كما هطلت ولله الحمد أمطار على شبوة في الصعيد وحطان وشمال عتق وجنوب نصاب ونصاب وفي بيحان، وأطلت أيضا أمطار في صعدة والجوف والضالع، إذا نلاحظ أن الأمطار عمت مناطقنا فلله الحمد والمنياج على الله سبحانه وتعالى، أمطار خير وسقيا بركة، والأرصاد لا يزال حتى يومنا هذا يصدر تحذيراته للقوى المواطنين والتي بلغت حتى صباح أو ظهر يومنا هذا عند الساعة 12:08 نشرات تحذيرية، كما أصدر تحذير عبر وسائل الاتصالات برسائل نصية قصيرة SMS للإخوة المواطنين من أمطار غزيرة في المناطق الغربية والجنوبية والهضاب الداخلية. أنا هنا أود أيضا وضع بعض النصائح للإخوة المواطنين خلال هذه الأيام الماطرة مع العواصف الرعدية، فلا تصعد عديد المشاهد، لا تصعد إلى أسطح المنازل، لا تحتمي الأشجار العالية، وأغلق الهواتف والأدوات الكهربائية لكافة أنواعها، ولا تجلس في دوار الأعمدة الكهربائية، ولا تسير في أرض منبسطة أثناء العواصف الرعدية ونزول الأمطار. وأيضا أجهزة الريسيفر، أيضا أجهزة الريسيفر يا باشمهندس أيضا إطفائها مهم جدا خلال هذه الفترة يعني. نعم، خاصة مع تشغيل الدينامات بعض الناس أثناء هطول الأمطار، وبالتالي تكون المواصير هي كلها موصلة للعمليات تؤدي إلى إتلاف بعض المنازل وكذا، وضرورة استفادة قصوى من المياه العاطلة أيضا أخي صبري على المستوى الإنساني والمجتمعي في ري المزارع، حفظ المياه وتغذية الآبار والسدود منها، وأي استخدامات نادرة على سنة في المناطق النادرة الأمطار، ضرورة إيواء الحيوانات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعني ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والحيوانات ومناحل العسل والطيور وغزارة الأمطار، كما أيضا سير المركبات في ظل الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية خاصة في المنحنيات والطرقات الجبلية تؤدي إلى انزلاقات المركبات وإلى وفاة لا سمح الله، فلا بد من تهدئة السرعة واستخدام الألوان الكاسبة والتوقف إذا لزم الأمر. أود أيضا الاستمرار هطول الأمطار لأيام عديدة يؤدي إلى تشبع أسقف المنازل الطينية التقليدية، وبالتالي علينا تفقد هذه الأسقف الطينية باستمرار من انهيارها على ضروس طينها، كما يؤدي تشبع الصخور في المناطق الجبلية إلى انهيارات صخرية لا سيما في الطرقات الجبلية، وكذلك أود أن أشير إلى ضرورة متابعة النشرات الاعتيادية والخاصة الرسمية الصادرة عن مركز الوطن للأرصاد الجوية في هذا الخطوط. طيب باشمهندس، توقعاتكم كأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى؟ نعم، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية قبل تقريبا ساعتين من الآن نشرته الاعتيادية الخاصة 19 ظهورا يوم هذا، فأتوقع استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار في الطقس ورافقها طول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المناطق الجبلية من ناحية جنوبا حتى صعدة شمالا، خاصة صعدة عمران صنعاء حجة والمحويد دمار وريمة وعب وكعب،
وزارة الداخلية من محافظات الجوف وشبوة ومارب والبيضاء والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية منها محافظة سلاح وعدن وأبين وشبوة، ويتوقع أيضا هطول أمطار متفرقة على حضرموت والمهرة والسواحل الغربية والمناطق الساحلية المقابلة أو المناطق المركبة المقابلة لساحل سيهامة. كما يتوقع استمرار الأجواء الحارة نهارا على الصحاري والإبار الداخلية وأجزاء من المناطق الساحلية، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 31 و 38 درجة مئوية. وعليه فإن المركز الوطني للإرصاد الجوي يحذر إخوة المواطنين في المناطق المتوقع الهطول عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وضرورة الاحتمال من العواصف العادية أثناء وبعد هطول الأمطار. أنا أقول أيضا الاعتداء على هذه ممرات السيول، علينا عدم الاعتداء من خلال البناء في هذه المناطق والسكن فيها، كما لاحظنا العام الماضي في مأرب بعض مناطق بنيت فيها منازل وما إلى ذلك. علينا كإدارات محلية تفقد المصارف المياه في هذه المناطق والسكنية والتي سكنت من قرب من هذه الممرات والسيول، علينا المتابعة حتى لا تحدث لا سمح الله أي نتمنى السلامة نتمنى السلامة للجميع. أنا شاكر جهودك المهندس رشيد العريقي وجميع العاملين في قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. لا تزال الطقوس من الموروث الأصيل حاضرة في مدينة المدن العربية صنعاء القديمة، إذ يحرص سكانها على صور الابتهاج بشهر رمضان الجميل. تزخر المدن اليمنية الأخرى من أقصاها إلى أدناها بالكثير من العادات والتقاليد الرمضانية التي لا يزال الجزء الأعظم منها يعمل به حتى اليوم، وإن كان بعضها تأثر بعض الشيء بمظاهر الحداثة فيما اندثر بعضها الآخر بسبب الأوضاع الراهنة. يبدأ شهر رمضان في صنعاء القديمة بترحيب المساجد وأيضا في الشوارع والأزقة، حيث ينشدون الأناشيد الشعبية بعد أذان الصلاة عشاء اليوم الذي يسبق إعلان رؤية هلال رمضان، فيما يستقبل الأهالي شهر رمضان برش الماء في الشوارع وتزيين بيوتهم بالأنوار وطلاء أبواب ونوافذ المنازل بطلاء جديد، وكأنه ضيف عزيز قادم لزيارتهم، ويقوم الأطفال بأداء الألعاب وتنظيف الشوارع شوارع أحيائهم. طبعا بعد الانتهاء يتسلون بالألعاب النارية التي تعلن قدوم الشهر الفضيل. هناك أيضا البنات الصغيرات يلعبن في براءة ويرددن بعض الأهازيج الرمضانية الأثيرة التي لا تسمعها على الإطلاق إلا في رمضان، وعادات استقبال رمضان لا تزال موجودة حتى الآن. حول هذا الموضوع أجدد ترحيبي مع الدكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث والمحلل السياسي المعروف. دكتور عبد الحفيظ، أولا أشكر قبولك دعوتي لحضور هذا البرنامج الرمضاني، بعيدا طبعا عن التحليل السياسي كما تعودنا أن نشاهدك على شاشة قناة اليمن اليوم وأنت مميز في ذلك طبعا، لكن اليوم أتعامل بك كأحد الذين عاشوا وأيضا مقيمين في الماضي داخل صنعاء القديمة. طبعا يقف التاريخ، عجلة التاريخ تقف أمام هذه المدينة القديمة التي اكتست طبعا ثوب الحاضر التي تحمل أيضا عراقة الماضي. هل يا دكتور ما زالت هذه المدينة تحافظ على مكنونها التاريخي رغم ظروف الحرب الاستثنائية التي تمر بها البلد، ورغم المظاهر السلبية التي طغت على هذه المدينة من خلال تلطيخ شوارعها وأزقتها بشعارات الموت الحوثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذه الاستضافة. دعني بداية وأنا أشعر بالألم والحزن على رحيل الأستاذ عبد الله الحرازي، دعنا نترحم عليه، وهو من الوجوه الأولى التي أسست التلفزيون، وأنا عشت في طفولتي عند تأسيس التلفزيون عام 1975 أيام الأبيض والأسود. نعم شاهدته بالأبيض والأسود، هو وكوكبة من المؤسسين مثل حسين عقبات ومثل علي مسوس والأستاذ روف حسن رحمه الله. هؤلاء شكلوا نخبة تأسيسية في التلفزيون اليمني وفي الإعلام اليمني، ومن الوجوه التي ألفناها وهي جزء من ذاكرتنا وجزء من ذاكرة طفولتنا وكبرنا معها.
رحمهم الله، ورحم الله كل من تفتك بهم هذه الأيام، كورونا والحرب والجوع والمرض في اليمن. وقد أصبحت جدار أصبح جدار الفيسبوك وتويتر أشبه بالمبكى، ونحن حزينون ويتجدد حزننا كل يوم بفقد أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. والنخب اليمنية ذهب من الأكاديميين عدد جليل وكبير، وذهب من الأطباء عدد كبير، وذهب من النخبة عدد كبير من النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما لا يعوض. نسأل الله أن يكفينا شر هذه الجائحة، وأن يحفظ الجميع، وأن يحفظ اليمن، وأن يستتب الأمن لكي نخرج من هذه المأساة. فضروب الموت أصبحت تحيط بنا من كل جانب. ونعود عودة إلى سؤالك عن مدينة صنعاء. ما يميز مدينة صنعاء تاريخية أنها تاريخ حي. في كل العالم هناك مدن تاريخية لكنها بلا روح وبلا حياة. أما مدينة صنعاء فهي تطلع وتعبق بالتاريخ وتنبض به بتاريخ حي، بمساكنها، بأحيائها، بناسها، بعاداتها، بتقاليدها، بطقوسها. هذا هو ما يميز صنعاء. صنعاء هي متحف حي، يستطيع الناس أن يزوروا المدن المندثرة أو المدن القديمة. لكن صنعاء تختلف لأنها متحف حي، لأن إنسانها الأصيل هي بإنسانها، بعاداتها الأصيلة، ببنيانها الأصيل والمميز. تقدم يعني طقسا وفضاء مختلفا تماما، تستطيع أن تعيشه وأن تشعر بروح هذه المدينة. مدينة صنعاء هي مدينة لها روح ولها جسد، روح عريق، روح عريقة، وجسد عريق، وإنسان عريق. وبالتالي نحن حين نلج إلى صنعاء من أبوابها التقليدية وبالذات من باب اليمن، فإنك تدخل إلى عوالم مختلفة، فيها الفن المعماري، وفيها الأزياء الشعبية، وفيها الأسواق الشعبية التقليدية المميزة، وفيها العادات والتقاليد المميزة. حتى دكتور عفوا التنوع في لبس الناس، يعني ايضا بتلاحظ انه ايضا النساء كانوا ايضا يعني بيرتدوا ازياء متنوعه، ايضا الرجال. هذا كله يعني بيجعل من صنعاء القديمه فعلا يعني يحمل اشياء جميله متحركه من الموروث الشعبي. هي 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 عباره عن فسيفساء متنوعه، اولا لانها عاصمه قديمه، ولانها مدينه قديمه، فهي قلب اليمن. يتجمع اليها الناس من الأرياف، من كل الأصول ومن كل الجهات. وبالتالي ولأن اليمن متعدد العادات والتقاليد ومتنوع في كل شيء، فالتجمع في المدينة يعكس تنوع الأرياف وتعددها في عاداتها وتقاليدها وفي لبسها وفي طقوسها وفي لهجاتها حتى. فصنعاء استوعبت كل هذا وصهرته. صنعاء أيضا باعتبارها عاصمة استقبلت طقوسا من خارجها وهضمتها وكيفتها مع عاداتها وتقاليدها. يعني مثلا أخذت من الأتراك بعض الطقوس، أخذت عبر مراحل للتاريخ يعني طقوس كثيرة اكتسبتها من مناطق أخرى من اليمن، بحسب التواصل والتفاعل التاريخي الذي كان يحدث عبر سنوات طويلة. ولكن تظل الدهشة دائما بالنسبة لصنعاء هي في ناطحة السحاب، هذه المنقوشة والمبنية من الآجر، وأزقتها الرائعة، ومبانيها الحميمية المتلاصقة، وأسواقها التقليدية، وبساتينها التي
التي الموجودة في كل حي تقريبا بشكل منظم بشكل هندسي راق وكبير. وهي أصبحت بعد ترميمها، طبعا كان ترميم صنعاء القديمة جهد جبار ومشروع كبير ساهمت فيه اليونسكو، وحظيت برعاية القيادة السياسية برعاية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح رحمه الله تعالى، وأصبحت أكثر جمالا وأكثر رونقا، وتشكلت منظومة من التشريعات للحفاظ على ملامح صنعاء القديمة، منع فيها الارتجال في البناء، منعت فيها الاستحداثات البنائية التي يمكن أن تشوه منظرها، ووضعت شروط للبناء ولطرق البناء ولمواد البناء ولأساليب البناء، وبالتالي استطعنا أن نحتفظ بصنعاء، استطاعت صنعاء أن تحتفظ بملامحها من خلال هذه المنظومة التشريعية، وشكلت هيئة خاصة بصنعاء القديمة وبآثارها. وصنعاء طبعا تضم آثار مهمة ومعالم مهمة مثل الجامع الكبير، وهو من أوائل جوامع الإسلام التي بنيت في اليمن والتي جددت في عهد الملكة أروى بنت أحمد الصريحي، وغيره من المعالم الأخرى مثل بقايا قصر غمدان مثلا، ما تبقى من قصر غمدان وما تبقى من أبوابها السبعة، وأحيائها المميزة التي تميز فيها كل حي بخاصية معينة. إذن نحن أمام فضاء تاريخي عريق بكل ما تعنيه الكلمة، بالرغم من أن هناك استحداثات تسبب فيها مثلا خروج بعض سكان صنعاء الذين بنوا مباني خارج المدينة القديمة وانتقلوا إليها، انتقال جزء من ساكني صنعاء الأصليين أثر قليلا في مسألة بعض العادات والتقاليد. طبعا أكثر دوافع الخروج من صنعاء القديمة كان لأسباب أخرى تتعلق بالحداثة، تتعلق مثلا بمسألة هناك صعوبة بالنسبة لدخول السيارات، صعوبة في مواقف السيارات، صعوبات معينة. أما الخدمات فقد توفرت في بناء صنعاء القديمة، في إعادة إحياء وبناء صنعاء القديمة توفرت شبكة المياه، تم رصف الأزقة، توفرت شبكة من الخدمات مثل الكهرباء وغيرها، وبعض وسائل المواصلات الصالحة للاستخدام داخل صنعاء فقط. هناك تحولات، ولكن التحولات هذه طبيعية بفعل تحولات المجتمع. طيب يا دكتور، عفوا، يعني على الصعيد الشخصي أكيد ما زلت تملك الكثير من الذكريات حول استقبال شهر رمضان، أكيد مع الجيران مع الأصدقاء، كيف كنتوا بتستقبلوا شهر رمضان؟ نعم، ذاكرة الطفولة ترتبط بصنعاء ارتباطا كبيرا، وهي حاضرة في الذهن، وعشنا فيها أجمل لحظات الطفولة في رمضان بأجوائها. من الأجواء الرمضانية كأطفال، يعني أننا كنا نخرج لنمارس الألعاب ونطلق الأهازيج الرمضانية. مثل إيش هذه الألعاب؟ يعني هل ما زالت هذه الألعاب يعني منذ الحد كثيرة يعني؟ كانت أحيانا تختلف من عام لعام، زي الموضة يعني، كل عام كان في موضة جديدة، لكن كان في بعض الأهازيج مثل رمضان يا ابو الحماحم وغيرها، والقريح والطماش تشترك فيها الاولاد والبنات بشكل عفوي في الحارات، والزيارات كنا مثلا نكلف بحمل الاطعمه من دار الى دار للجيران ونكلف بحملها في الطريق المعاكس، يعني نحمل الاطعمه ونعود باطعمه. طبعا كانت البيوت تتبادل يعني بعض أطعمة رمضان، السمبوسة، الشفوت، السمبوسة، الرواني، اللحوح، الحلويات،
حتى اللبن كان هذيك الايام عدو ما قد فيش زبادي يعني كان اللبن اللبن نصنع اللبن نصنع اللي في البيوت اللي داخل الحدجة ولا كان اللبن نصنع في البيوت كنا نذهب لنحضر اللبن واحنا اطفال من وظائفنا في العصر ان احنا نذهب لنحضر اللبن قبل ان ينتهي يعني في النهار طبعا من اجل الشفوت من اجل الشفوت بعد العصر او قبل العصر يمكن واحد يغلط يفعل طعامه ما قد كان فيش زبادي ولا قد كان في كانت الحياه بسيطه وجميله يعني واللحوح احيانا اذا ما فيش في البيت بنروح نشتريه من بائعة اللحوح من باب السباحه ومن اقرب الاماكن فكان الاطفال دائما عندهم وظائف في رمضان وظائف فيها فرح وفيها دليفري ها دليفري قديم دليفري نعم واما بعد طبعا كانت فرحه الفطر اكيده لان احنا من نحمل الفطور الى الجامع ايضا غالبا الاطفال نحمل التمر والشفوت وكذا الى الجامع من اجل الفطور الجماعي في الجامع وفرحه وهذه الفرحه الجميله للفطور الجماعي في المسجد في صوح المسجد ثم العوده بعد الصلاه والاحتشاد حول المائده مع الاهل والاصدقاء طبعا كانت الاسر تحرص دائما على استضافه طوال شهر رمضان على استضافه وطبعا انا كنت يا دكتور مجهز فاصل عن اجواء الفطور في الجامعه الكبيره استاذ خالد في فاصل عن اجواء الفطور في الجامعة الكبير يا ريت انه نتابع احنا والدكتور والسادة المشاهدين يعني جميل بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دكتور عدنا إليك الكثير من الذكريات الجميلة وذكريات الطفولة شفنا الناس نعم يعني ما زالت أيضا هذه العادة موجودة نعم مر هذه السنوات كان الكثيرة كان المقرئ القريطي رحمه الله الشيخ القريطي جزء من طقوس رمضان صوت من أصوات رمضان تعودت أذاننا عليه صادحة نعم وأيضا التلاوة لمحمد حسين عامر تلاوة الآيات القرآنية والشيخ محمد حسين عامر والصفي محبوب الشيخ أحمد محبوب رحمه الله هذه أصوات ألفناها وكانت جزء من مشهد رمضان في التلاوة وهناك أصوات رقيقة أخرى وحميمية كانت تدغدغ قلوبنا وهي تسابيح رمضان تسابيح رمضان كانت المآذن تتبارى في تسابيح رمضان قبل الفجر طبعا بعد نصف منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل تتسابق مآذن رمضان على التسابيح وهي تسابيح شجية وجميلة ورائعة
وكان منها في الجامع الكبير، كان يتنافس في الجامع الكبير أكثر من مسبح، وكان منهم علي عصدر رحمه الله، كان من الأصوات الجميلة التي تشدو بالتسابيح. وكان أيضا أخوه المرحوم الحاج حسن عصدة أيضا يشدو بهذه التسابيح. وكان هناك تباري في الأذكار وفي الأصوات الدينية الشجية بين مدرسة محمد حسين عامر ومدرسة الجامع الكبير إذا صح التعبير يعني. أيضا يا دكتور، عفوا، أيضا على ذكر الجامع الكبير، كانت صنعاء القديمة يوجد فيها أيضا الكثير من أو تمتلك الكثير من العادات الرمضانية. أتذكر أيضا الناس كانوا يتجمعوا في الجامع الكبير ويتكحلوا بالكحول طبعا. هذه واحدة من أقدم العادات الموجودة في رمضان في صنعاء القديمة، بالذات في الجامع الكبير. صحيح، نعم، كان في عادات كثيرة، وكان الكحل جزء من الكحل والمشاجر، ومشاجر الريحان يعني كانت جزء من الطقوس التي يحرص عليها الكبار بالذات. تكحلت يا دكتور؟ الكبار تكحلنا في فترة أنا جربت مرة بصراحة، كان حار على العين يعني، قرضت المكاحل. أيوة، بس كان حار على العين يعني، بس أيضا كان له فوائد صحية. وكانوا يقولوا أن الكحل يجلي النظر. طبعا لا أدري صحيا علميا يعني ما مدى صحة هذه المقولة، لكن كانوا يقولون أن الكحل يجلي النظر. طبعا كانت أجواء الجامع الكبير تبدأ من صلاة الظهر، يبدأ الناس يتوافدون، وكنا نحرص من هم بعيدين عن الجامع الكبير نحرص أن نصلي العصر، إذا لم نستطع أن نصلي الظهر في الجامع الكبير فنصلي العصر في الجامع الكبير. ثم تبدأ حلقات الدرس، حلقات تلاوة القرآن وقضاء الوقت إلى ما بعد المغرب، وكنا نفطر في الجامع الكبير. عندما أصبحنا بعيدين عن صنعاء القديمة، يعني خرج كثير من الناس الذين انتقلوا إلى خارج المدينة القديمة، ظل الارتباط بالجامع الكبير كبيرا يعني. كنا نروح إلى الجامع الكبير من الصافية، ثم فيما بعد من حدة إلى الجامع الكبير، إذا لم يكن كل يوم ففي الأيام التي نستطيع، لكي نحتفظ بتلك الروحانية التي يحملها الجامع الكبير. فنذهب ونصلي العصر وندرس القرآن، نتلو القرآن حتى أذان المغرب، ونفطر هناك، نحمل فطورنا معنا، ولا نعود من الجامع إلا بعد صلاة المغرب. أكيد يا دكتور كنت تزور الحي اللي أنت سكنت وعشت فيه، وتزور أصحابك حق زمان، وتتبادل نعم أنت يوم السلام، وأيضا الحديث عن الذكريات الجميلة في الماضي. نعم، كان هناك طبعا في الذاكرة، تعلق في الذاكرة أماكن لا يمكن للإنسان أن ينساها. كنا ندرس في مدرسة جمال جميل التي هي في قلب ميدان التحرير، وطبعا في ذهابنا وفي إيابنا إلى مدرسة جمال جميل ونحن في الابتدائية نمر على كثير من الأماكن الهامة التي هي جزء من ذاكرة الطفولة. نمر بباب السباح، ثم نمر من النهرين، ثم نقف أو نصلي أحيانا الظهر في جامع النهرين، مع الأسف الذي تعرض كما قيل للهدم، وهذا شيء يوجع القلب، لأننا عرفنا مسجد النهرين بمن؟ عرفناه بمحمد حسين عامر وزاويته، وعرفناه بسيدي عباس المؤيد رحمه الله، وعرفناه بحلقات الدرس وحلقات القرآن بالذات التي كان يلقنها، حلقات التجويد والتلاوة والتحفيظ التي كان يقوم بها الشيخ محمد حسين عامر. وكنا نمر، كان أمام مسجد النهرين سبيل للماء. كنا نصل وتعود نصل ونحن عطاش إلى تلك الآية، ونشرب ماء بارد، تبريد طبيعي، ما قد كان فيش ثلاجات ولا في المدر. لا، كان مبني بالحجر الحبش، بحجر حبش، خزانات بطريقة تقليدية وفيها حنفية، لكن كانت باردة طبيعيا، كانت مبنية بطريقة أكيد ما زال مذاق الماء إلى حد. نعم، بطريقة تجعلها باردة يعني، تجعل الماء بارد. طيب يا دكتور، في هذا التجوال والرحلات والتنقل من مكان إلى مكان،
أصدقائك أكيد ما زلت تتذكر، ما زالوا على قيد الحياة، تتذكرهم لحد الآن الذي حملوا معك هذه الذكريات الجميلة؟ بعضهم تذكرهم وبعضهم اندثرت ذكراهم. كنا نمر على الحارات كلها، كنا نعبر نشق صنعاء القديمة لكي نصل إلى المشهد في مرحلة، في فترة من الفترات كنا نسكن في المشهد، فنمر نبدأ من النهرين ونمر بالفليحي ونخرج من الزمر، سوق الزمر، ونخرج من الزمر ونعيش أيضا أجواء الزمر. سوق الزمر تبدأ أولا بسوق باب السباح، ثم تخترق مدينة صنعاء القديمة وحاراتها لتصل إلى الزمر، فيواجهك سوق الزمر أيضا، جامع الزمر، ثم ننطلق من باب شعوب إلى المشهد. هذه كانت رحلة يومية، كانت رحلة يومية تقريبا. والتنقل أيضا يا دكتور من سوق إلى سوق أيضا ما يحمل جمالية أيضا رائعة، أنك بتنتقل مثلا من سوق الحبوب إلى سوق الحديد، كل سوق إلى سوق الأقمشة إلى سوق الملح، إلى كان كل سوق له نكهة. أما إذا تحدثنا عن أسواق صنعاء القديمة فهي مسألة أكثر عمقا، يعني فيها هندسة وفيها تقسيم، فيها تقسيم للوظائف وفيها تقسيم للأسواق والمهن وفيها تقسيم للأنشطة التجارية. بمعنى أنك في صنعاء القديمة ستجد سوق البقر، سوق النجارة، سوق الأقمشة، سوق البهارات والزبيب والمكسرات والكذا، فسوق الملح أو أسواق صنعاء القديمة كانت أسواق متخصصة، سوق الحدادة، سوق، وهذه وضعت فيها دراسات أكاديمية مهمة تدل على رقي هذه المدينة التي كانت هي التي تصنع النسيج، تصدر النسيج إلى الجزيرة العربية كلها ولأسواق خارج الجزيرة العربية، وهي التي تصدر المصنوعات، المصوغات الفضية، وهي التي تصدر الأدوات الحرفية، وهي التي تصدر الحرير، وهي التي تصدر حتى أن بردة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يمانية. فكانت مدينة الصنعاء مدينة زاخرة بالصناعة، وكانت قلب المدنية والصناعة في جنوب شبه الجزيرة العربية. واحتفظت من هذه الريادة بكثير من الصناعات التقليدية التي كان لكل صناعة، لكل حرفة سوقها، ولكل حرفة روادها ومتقنوها، وكانوا يتوارثون هذه الحرف بالوراثة، يعني الأب عن الجد والابن عن الأب كأسر يعني. ومنها مثلا صناعة الجنابي، ومنها، فهذا المتحف الحي الذي ما زال حيا إلى اليوم قل أن تجده في عاصمة أخرى في أي مكان في هذا العالم. لذلك وضعتها اليونسكو في صدارة قائمة مدن العالم، ليس فقط لتراثها في البناء وفي العمران وطرازها المعماري، ولكن أيضا لكل تفاصيلها المتعلقة بالحياة وبالإنسان. السادة المشاهدين، فاصل ثم أعود لمشاكسة صندوق ذكريات الدكتور عبد الحفيظ النهاري معنا. كم جميل أن يشارك الأطفال والديهم الاستعداد للشهر الفضيل، فيتهيئون له فرحين مستبشرين، يعلمهم الوالدان فضائل الشهر وأحكامه، ثم يصلون أرحامهم مباركين مهنئين، ويرتبون مع والديهم جدولهم اليومي من مواعيد نوم واستيقاظ، جدول التلاوة لختمة الشهر، أوقات أعمال المنزل، زمن الفسحة والراحة، وزيارة الجيران وإيصال بعض طعام الإفطار لهم، وتوزيع بعض الصدقات والتمر والماء على فقراء الحي وعماله. فهذا من جميل ميزات رمضان. بهجة الأطفال لها وقع خاص علينا في كل حين، وعندما ترتبط بشهر رمضان وببعض الاهتمام من الوالدين
تتحول من بهجة عابرة إلى بصمات خير وإحسان وصلة وبر. مرحبا بكم مجددا، ونعود لاستكمال حواري مع الدكتور عبد الحفيظ. الدكتور، طبعا تحرص بعض الأسر في الريف على التمسك بالعادات والتقاليد القديمة، يعني مثل الاجتماع على مائدة إفطار واحدة، وتجمع أيضا الأهل والجيران أيضا بعد صلاة التراويح، أيضا اجتماع النساء كل يوم في منزل إحداهن للسمر وتناول الحلوى. هل بتشوف أنه في اختلاف معين ما بين الصوم داخل صنعاء القديمة أو الانتقال إلى الصوم في الريف؟ طبعا احتفظت كل بيئة الريف احتفظت بطقوس تختلف، لأنها تتعلق بعناصر البيئة الموجودة تختلف عن المدينة. وأنا بما أني أنحدر من الريف وجئت من القرية إلى صنعاء، فاحتفظت أيضا من القرية بذكريات مهمة، مع الأسف أصبحت مندثرة أو كادت أن تندثر حاليا، وتناقلها من جيل إلى جيل أصبح محدود وضعيف. لذلك سأحاول أن يعني عفوا أفهم من كلامك أن هناك شعائر رمضانية قديمة اختفت اليوم؟ هناك شعائر رمضانية في الريف تغيرت بسبب تحولات كثيرة، من ضمن هذه التحولات الهجرة ودخول تكنولوجيا الإعلام والاتصال مثل التليفونات ودخول التلفزيون، ودخول هذه كلها عملت تغييرات ليست كلها إيجابية، عملت تغييرات فيما يتعلق بما سأتحدث عنه في العادات والتقاليد وروحانية رمضان. كنا مثلا في سأحاول أن أنقل مشهد حي من القرية كيف كان رمضان في القرية. شوف، كان رمضان كانت حتى الطقوس الدينية طقوس منتجة في الريف، كان المجتمع مجتمعا منتجا يمارس طقوسه وهو ينتج. كنا ونحن أطفال في الريف قبل أن ننتقل إلى المدينة نقوم بأدوار أخرى. مثلا أتذكر في طفولتي كان من مهامي أني أذهب لأملئ إبريق من الماء البارد من المعين مباشرة، من معين الماء مباشرة، كنا نسميها المعين في القرية. وكانت المسافة بعيدة صح ولا لا؟ مش بعيدة في القرية، لأن احنا في منطقة تتوفر فيها الأمطار، ويعني كانت ليست قاحلة يعني. ولأن الماء تنزل من الشلال باردة يعني، فكنت من مهامي وأنا صغير أذهب وأملأ إبريقا لجدي من الماء طازج من المنبع يعني. هذه واحدة من المهام. كان من مهامنا أن نذهب لنبخر الأولياء، طبعا احنا عشنا في بيئة صوفية يعني، في بيئة صوفية كان مهامنا ونحن أطفال أنهم يعطونا المجامر والبخور ونذهب لتبخير الأولياء والقبور أجدادنا والأولياء الموجودين الذين يحيطون بالقرية، تحيط قبورهم بالقرية. من ضمن الطقوس المنتجة الهامة في مجتمع القرية كانوا يزرعوا بين أشجار البن لكي يظللوا أشجار البن، لأن أشجار البن أشجار ضعيفة تتأثر بالشمس، فلكي تبقى في الظل كانوا يزرعوا بينها أشجار نخيل وأشجار طنب. أشجار الطنب يستفيدوا منها كأخشاب في بناء البيوت وفي النجارة وفي الكذا، وأشجار النخيل يستفيدوا منها الرطب، ويستفيدون منها لصناعة الحصر التي هي حصير الأرض يعني، لأنه زمان ما قد كان فيش لا البلاط ولا الحصر الحديثة. فكانت تتم العملية كالتالي، كانت مرتبطة برمضان، كانت هذه العملية مرتبطة برمضان. من شعبان يذهب الفلاحون يقطعوا سعاف النخيل ويجففوها في الشمس من شعبان أو من رجب. يأتي رمضان فيبللوا هذه الأوراق يبللوها. وكان من مهامنا، كنا نقوم كأطفال بمهام جزئية في هذا الموضوع، أننا نأخذ هذه سعف النخيل الذي يبلل بين الماء،
وكان من مهامنا لنعينهم احنا كأطفال ان احنا نفصل. هي تأتي ورقة النخيل ورقة مزدوجة نسميها باللهجة القرية نصرف، اي نقسمها نصفين يعني، فيجهزوا هذه الأوراق المبلولة ويتجمعون في الديوان، في ديوان واحد للقرية، كان ديواننا هو كل طقوس القرية تتم في هذا الديوان، سواء الأعراس أو العزاء أو طقوس رمضان أو فكان ليالي رمضان كيف يحيوها؟ يحيوها في الذكر وفي الصلاة وفي الإنتاج. كان كل واحد من القرية يأتي ومعه سعف نخيله يطرحه أمامه ويعمل حاجة بيسموها، كانوا يسموها الوضينة، التي يظفرها بحيث تتشكل منها فيما بعد هذه الحصر. وكانوا يتباروا خلال شهر رمضان من ستأتي، لأنه كانوا ينجزوها ويطووها بشكل اسطواني، كانوا يتباروا من سيأتي آخر رمضان. وقد صنع أكبر دائرة أكبر دائرة من سعف النخيل، وفي ليلتين قبل رمضان أو في الليالي الأخيرة لرمضان يخيطون هذه الحصر، فيأتي العيد وقد جددوا بيوتهم بحصر جديدة. شوف الارتباط بالإنتاج، فعلا كانت أشياء جميلة. وفي نفس الوقت كانوا يمارسون المدائح والأناشيد الدينية، ويصلون يخرجون لصلاة العشاء ثم التراويح، وكان يستمر الذكر إلى الصباح، يعودون لممارسة طقوسهم وممارسة الأناشيد، ثم قبل الفجر يذهبون لصلاة التهجد وصلاة الفجر، وبالتالي يقضون ليلة مشبعة بالذكر ومشبعة بالإنتاج أيضا، وهم يشتغلون وأيديهم تعمل. وهكذا كانوا يجمعون بين في هذه الطقوس بين الدين والدنيا بشكل مثمر وبشكل منتج. طبعا كان ما كان فيش كهرباء، كان حكاية أن الإتريك هذا خاص برمضان، لا يشتغل الإتريك إلا في رمضان إلا في رمضان، وعندما يسرج كأن القرية كلهم يلتفوا نحو الضوء هذا. إذن ما زال هناك إذن الكثير من الأشياء الجميلة، لكن أيضا تبرز أيضا بعض المأكولات التي لا يمكن أن ننساها، يعني حاضرة في رمضان لربات البيوت عبر فقرة مطبخ رمضان. سوف نعرض لكم عن الرواني. طبعا الرواني هو من أشهر أطباق الحلويات التي لقت إعجاب الكثير من الأشخاص، وخاصة لقوامها الذي يشبه الكيك وإضافة جوز الهند لها، يضيف لها مذاق ناعم ولذيذ، كما يفضل العديد من الأطفال تناول الرواني لطعمه الذي يشبه البسبوسة ولكنها أخف.
من حلاوة حضورك إلى البسبوسة نختتم هذا البرنامج يا دكتور. الحوار معك شيق، وصندوق ذكرياتك يحتاج إلى حلقات. يعني شهر رمضان كريم، أتمنى لك موفر الصحة والعافية، كنت ضيفا عزيزا وخفيفا خلال هذا البرنامج من خلال كلامك الشيق وحضورك المميز يا دكتور. بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الجميل، وكل عام والجميع بخير، وقد عدتنا إلى أجواء رمضان، إلى أجواء الصنعة وأجواء رمضان الروحانية التي نفتقدها، ونسأل الله أن نستعيدها وأن نستعيد فترة رخائها، لأن رمضان كان يأتي ومعه الخير، يأتي ومعه المرتبات، يأتي ومعه الإكرامية رمضان، يأتي ومعه فرحة العيد، يأتي ومعه الاستعداد لصرفة العيد، ويأتي ومعه بهجة وفرحة رمضان ثم بهجة وفرحة العيد. اليوم الناس يقضون رمضان في بؤس، بدون مرتب، في بؤس وفي خوف وفي جوع، بدون مرتبات، بدون إكراميات، بدون لا يتمكنون من لبس الجديد، صحيح. بدون أمن وأمان، بدون طمأنينة. نسأل الله أن يزيل عن الشعب اليمني هذه المحنة، وأن يعيد رمضان، أن يعيد الجميع إلى رمضان الذي عهدناه، رمضان الأمن والأمان. دائما الصدف جميلة، قليل من الاهتمام يفعل الكثير، وكثير من الحب تحلو معه الحياة وتطيب معه المساءات. مساء المحبة والسعادة لقلوبكم، أتمنى لكم في نهاية هذا البرنامج. انتظروني يوم الخميس في نفس الموعد. رمضان كريم. شهر توبة، شهر قرآن، شهر رب الكون حبه، شهر توبة، شهر قرآن، شهر رب الكون حبه، شهر رحمة، شهر غفران، ضيع ربك لو تحبه، ضيع ربك لو تحب. شهر توبة، شهر قرآن، شهر ربنا الكون حبه، شهر رحمة، شهر غفران، ضيع ربك لو تحب. شهر تقوى، شهر إحسان، شهر كلان خف ذنبه، شهر صدق، شهر إيمان، والسعيد من خاف ربه، والسعيد من خاف ربه. شهر توبة، شهر قرآن، شهر ربنا الكون حبه، شهر رحمة، شهر غفران، الله الله ربك لو تحبه. شهر طيبة، شهر الإنسان، شهر كل نستحب، شهر طيبة، شهر الإنسان، شهر كل نستحب، شهر بسمة، شهر رضوان، سامح أهلك والأحبة، سامح أهلك والأحبة. شهر توبة، شهر قرآن، شهر رب الكون حبه، شهر رحمة، شهر غفران، ضيع ربك لو تحبه. شهر بركة، شهر رمضان، شهر الموت،
مسلم رزق به شهر جميل الشريعة فنان بالصلاة لأحمد وصاحبه بالصلاة لأحمد وصاحبه شهر توبة شهر قرآن شهر ربه